تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان القرآن ويختمه عدة مرات، أو أن يقرأه بتأني مع تفسيره مرة أو مرتين في رمضان؟ والله إذا قرأه مرة مع تفسيره وفهمه خير من أن يقرأه حذا هكذا. وعبد الله بن مسعود عندما قال له رجل: إني قرأت البارحة المفصل 4 أجزاء من قاف وما بعد، قال له: أهلا كاد بالشعر؟ فينبغي للإنسان أن يقرأ بتأمل، وإن كان يعرف يعني قد قرأ التفسير مثلا وتبين له هذا، فأحسن أن يقرأ بتأمل وتأمل ويستعيد بذاكرته التفسير الذي قرأه. نعم.